في مؤتمر أهل السنة والجماعة بشيشان، شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية. مصر للطيران تسير 29 رحلة للحجاج اليوم وغدا، ووزير النقل يودع أول فوج للحج البرية. ونتابع في هذه النشرة أيضا: القوات المسلحة تحبط الهجوم على كمين بشمال سيناء وتصفي 4 تكفيريين شديد الخطورة. نشرة الثالثة من النهار اليوم، أهلا بكم. دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى لم شمل الأمة وغسل العقول والقلوب من العقائد السوداء التي ينكرها الإسلام. جاء هذا خلال كلمة الطيب في افتتاح فعاليات مؤتمر من هم أهل السنة والجماعة والمنعقد بالعاصمة الشيشانية جروزني. هذا المؤتمر الذي يسعد الأزهر بالمشاركة فيه هو جميل آخر تسديه الشيشان إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل إلى العالم كله شرقا وغربا، وتسهم به إسهاما جادا في إطفاء الحرائق والحروب اللا إنسانية التي تتخذ من أجساد العرب والمسلمين وأشلائهم فئران تجارب دموية، وتشعلها أنظمة استعمارية جديدة تقدم بين يدي نيرانها نظريات شيطانية مرعبة. أعلنت القنصلية العامة المصرية في جدة بإنشاء غرفة على مدار 24 ساعة لمتابعة وتقديم العون للحجاج المصريين القادمين إلى الأراضي المقدسة. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية ويبلغ من العمر 73 عاما من محافظة القليوبية. وقالت البعثة الطبية المرافقة إن الحاج توفي إثر أزمة قلبية أصابته في مكان إقامته. تسير مصر للطيران اليوم وغدا 29 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل 6100 حاج في إطار الجسر الجوي الذي بدأت الشركة لنقل ضيوف الرحمن منه. وتقل 12 رحلة اليوم 2747 حاجا من مطاري القاهرة وبرج العرب. وتسير الشركة غدا السبت 17 رحلة لجدة والمدينة المنورة لنقل 3350 حاجا من نفس المطارين. وفي بورسعيد ودع المحافظ اللواء عادل الغضبان ومدير الأمن اللواء زكي صلاح 160 حاجا من حجاج القرعة من مختلف أحياء المحافظة. وكذلك طمأن المحافظ المسافرين بأنه سيتم توفير سبل الراحة لهم وتقديم جميع التسهيلات الإدارية المطلوبة للتيسير عليهم أثناء رحلة الحج. وطلب المشرفين المرافقين للبعثة بتذليل جميع العقبات وتقديم يد العون والتواجد الدائم مع كبار السن منهم. في سياق ذي صلة، ودع وزير النقل الدكتور جلال السعيد أول فوج للحج البري يغادر من ميناء نويبع البحري متوجها بالحافلات إلى الأراضي السعودية عبر الأردن. وغادر الحجاج وعددهم 1895 حاجا على متن 3 عبارات. وكان الوزير توجه إلى نويبع قادما من دهب لاستعراض ما اتخذ من إجراءات في الميناء لخدمة رحلات الحج البري. في السياق نفسه، وضع وزير النقل جلال سعيد حجر الأساس لتطوير ورفع كفاءة طريق دهب نويبع الدولية بطول 45 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 125 مليون كمرحلة أولى. وجاء هذا خلال جولة تفقدية لوزير النقل يرافقه نظيره الأردني يحيى الكسبي لمنطقة إنشاء ميناء اليخوت البحرية والذي يربط بين دهب في مصر بمدينة مقنة السعودية. ويستغرق العمل بالمشروع 8 أشهر.
هناك يعني مقترحات من قبل جمعية رجال الأعمال في دهب، ودراسات بتتم بالفعل بتقوم بها هيئة موانئ البحر الأحمر تنسيق مع القوات المسلحة لإنشاء مارينا لليخوت في هذا المكان. اليخوت والقوارب الصغيرة الذي يربط مدينة دهب هنا، المارينا التي تنزل بذهب، بمارينا أخرى موجودة في مقنة في المملكة العربية السعودية في تبوك. وده خط هيبقى بيأخذ طوله 18 كيلو تقريبا، 30 كيلو تقريبا، 18 ميل، المسافة بتنقطع في أقل من نص ساعة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلتنا رانيا كمال. رانيا، بعد التحية، ما هي آخر التفاصيل لديك عن هذه الجولة؟ تحياتي، تحيات الجميع المشاهدين. الجولة النهاردة كانت بداية بتفقد وزير النقل الدكتور جلال السعيد لمدينة دهب، وتم وضع حجر الأساس لمشروع صيانة وكفاءة رفع كفاءة طريق دهب نويبع اللي هو طوله 45 كيلو متر بتكلفة 125 جنيه، وكان بحضور الوزير يحيى الكسبي وزير النقل الأردني واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أن يعتبر الطريق دوت هو محور رئيسي لربط بين مدينة دهب ومدينة نويبع من ناحية الحركة التجارية والسياحية. وأكد وزير النقل أن العمل مستمر وسوف يتم الانتهاء منه في خلال 12 شهر. ثم توجه وزير النقل لمكان المقرر لإنشاء مارينا اليخوت اللي بتربط بين مدينة دهب المصرية ومدينة مقنع السعودية، ومن المقرر أن المينا بعد إنشائها تتسع لعشر يخوت كبيرة، وحيتم أيضا بناء مباني خدمية وأمن وجمارك. والجدير بالذكر أن الأراضي دي تخص القوات المسلحة، وجاري الحصول على الموافقة بين بعد توقيع بروتوكول ثلاثي بين هيئة موانئ البحر الأحمر والقوات المسلحة، وللبدء في تنفيذ هذا الحلم اللي بيحلم به جميع سكان مدينة دهب وجنوب سيناء لربط الحركة السياحية بين مدينة دهب والسعودية. ثم توجه الوزير لمدينة نويبع لتوزيع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من داخل ميناء نويبع، اللي هو بيقام باستعدادات كافية لجميع الحجاج اللي مقرر عددهم 10,286 حاج هذا الموسم خلال الفترة من 26 أغسطس اللي هو اليوم حتى 2 سبتمبر على مدار 8 أفواج وعلى متن 3 عبارات. الزميلة رانيا كمال مراسلة النهار اليوم من نويبع كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. أعلن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية أنه يتابع تطورات الحادث الذي تعرض له 18 عاملا مصريا في موقع عملهم بحي العزيزية بمكة المكرمة. وقع الحادث جراء انهيار الأساسات المسلحة أثناء العمل بمبنى تحت الإنشاء. وأوفد القنصل العام المصري بجدة مندوبا للإطمئنان على حالة المصابين الذين تم علاج 14 منهم وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 4 مصابين يتلقون علاجهم بمستشفيين بمكة المكرمة. كما تتابع القنصلية التحقيقات الجارية حول أسباب هذه الحادثة. وفرت وزارة الخارجية أوراق وصناديق الاقتراع ب 139 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج لتسهيل التصويت أمام الناخبين خلال الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية على المقعد الخالي بدائرة حدائق القبة. وقد أصبح مقعد الدائرة شاغرا بعد وفاة النائب سيد فرج، وتجرى الانتخابات اليوم وغدا على أن تبدأ بالنسبة للمصريين في الداخل غدا وبعد غد، ويتنافس في هذه الانتخابات التكميلية 13 مرشحا.
وجهت قوات إنقاذ القانون بالجيش الثاني الميداني ضربة قوية لمجموعة من العناصر الإرهابية التي حاولت استهداف كمين النافورة بقطاع رفح بشمال سيناء، حيث بادرت قوات إنقاذ القانون العناصر التكفيرية بإطلاق نيران أثناء محاولتهم التعامل بالنيران وإلقاء القنابل اليدوية وزرع العبوات الناسفة بمحيط الكمين، مما أسفر عن مقتل 4 أفراد تكفيريين وضبط بندقية آلية و4 قنابل يدوية، بالإضافة إلى 120 طلقة وجهازين لاسلكية وجهاز لتفجير العبوات الناسفة وحزام ناسف. وقد نجحت القوات في تفكيك عبوة ناسفة كانت مجهزة للتفجير. أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة عضو بالعمليات النوعية في تنظيم الإخوان بأعيرة نارية في مواجهة بالرصاص مع الشرطة، وأشارت إلى العثور بحوزته على متفجرات قبل استخدامها في أعمال تخريبية، وذلك خلال مداهمتها لإحدى الشقق الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، والذي كان يتخذه أعضاء في التنظيم مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وأكرا لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم معداتهم التفجيرية. كما تم العثور بالوكر التنظيمي على 9 عبوات تفجيرية مختلفة الأحجام والأوزان وكمية من الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات التفجيرية. إلى الإسماعيلية، حيث أكد أهالي قرية المحسمة الجديدة التابعة للمحافظة أن الوحدة الصحية بالقرية تغلق أبوابها تماما بعد الساعة 2 ظهرا ولا يتواجد بها أي طبيب أو ممرض لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى. وقال سكان هذه القرية أنه لا يجدون فرصة لتلقي العلاج في حالات الطوارئ ليلا ويضطرون إلى السفر للإسماعيلية. وذكر سكان القرية أنهم ناشدوا جميع الأجهزة المسؤولة بضرورة توفير طبيب في ذلك الوقت. لو دخلت حضرتك سألت على أي دكتور مش هتلاقي دكتور ولا هتلاقي حاجة. المشكلة دي علينا كتير واشتكينا في المحافظة كتير ورحنا للنواب مجلس الشعب واتكلمنا في القصة ديت ووعدونا يحلوها، مفيش حد بيحل حاجة لأن كل واحد معاه فلوس، لكن واحد فقير زينا وزي معظم الناس اللي هنا لا هيعرف يروح ولا هيعرف يجي. جيت مرة بالليل بأختي تعبانة عندها القلب، جينا هنا لقينا البوابة دي مقفولة بالقفل ومحدش طلع لنا، وبعد كده قعدت اكتر من ساعة هنا لاخر حاجة طلبنا الاسعاف وجينا وديناها مستشفى الجامعة. وطبعا انا برضو تعبان بالموضوع الكلى، جيت هنا كذا مرة بالليل عشان اخد حقن مسكن حتى يقولك مفيش دكتور. وإلى صعيد مصر وتحديدا من أسوان، حيث تشارك الجامعة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنمية بحيرة ناصر، وذلك عن طريق كلية مصائد الأسماك بجامعة أسوان. كما تسهم هذه الكلية وكلية التربية النوعية في تجميل مدينة أسوان بمعمل جداريات ورسومات بالشوارع الرئيسية والميادين، على أن تتحمل جامعة أسوان هذه النفقات الخاصة بحملة التجميل. عبد الفتاح السيسي مهتم بتنميه البحيره وارسل لنا المهندس ابراهيم بمحلب مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه، بدا يهتم وزارنا خلال ال3 شهور اللي فاتت مرتين، فان شاء الله مع القياده السياسيه الجديده الامور هتبقى تاخد رؤيه افضل واحسن باذن الله تعالى، وتحدث تنميه شامله ومستدامه باذن الله في بحيره الصيد العالي. تعتبر كليه التربيه النوعيه كليه حيويه وكليه عمليه وكليه لها علاقه وثيقه بالمجتمع الخارجي، طبعا خصوصا الاقسام المختلفه الممثله في الكليه علاقتها بالمجتمع علاقه كبيره، زي علاقه التربيه الفنيه بالمجتمع الخارجي اللي هو عمل الجداريات والرسومات والاشكال المختلفه في المحافظه في ميدان المحافظه وميدان المحطه والشوارع الرئيسيه بمحافظه اسوان. هذه النشرة مستمرة معكم وفيها: اتفاق إخلاء دارية بريف العاصمة السورية يبدأ حيز تنفيذ وإجلاء 5000 شخص من المدينة. متواصلون معكم ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. وإلى الشأن العربي وتحديدا من سوريا، حيث أعربت الأمم المتحدة
عن قلقها إزاء دخول اتفاق الإجلاء بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة في دارية بريف دمشق حيز التنفيذ، داعية أطراف الصراع إلى خروج المدنيين طواعية. وكانت المعارضة أعلنت صباح اليوم عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لتنتهي بذلك واحدة من أطول المواجهات في الصراع المستمر منذ 5 أعوام. وأوضحت المعارضة أن التنفيذ سيستغرق يومين أو 3. وذكرت مصادر بالمجلس المحلي أن نحو 5000 شخص سيخرجون من دارية إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام في ريف دمشق. وللاقتراب أكثر من المشهد السوري ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ ملهم الخميني، وهو الكاتب والمحلل السوري. سيد ملهم، بعد التحية، ما هي التداعيات السياسية التي تختبئ وراء هذا الاتفاق ودخوله إلى حيز التنفيذ في دارية تحديدا؟ في البداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. لا شك أن يعني الانسحاب اليوم أتى ولم يأتي بسهولة، ولكن أتى نتيجة حصار استمر طيلة 5 سنوات ماضية أو 4 سنوات ماضية. النظام في المراحل الأخيرة وفي الفترة الأخيرة استشرس بطريقة جدا كبيرة، حاصر هذه المنطقة، منع عنها جميع أنواع الأغذية والأطعمة والدواء وكل مقومات الحياة، استطاع أن يستولي على الأراضي الزراعية التي كان من خلالها يقتاد أهالي هذه المدينة المحاصرة. القنابل والبراميل التي استخدمت في الفترة الأخيرة كانت تستخدم بشكل جدا جدا كبير وجدا عشوائي. المستشفى الميداني الوحيد في مدينة دارية خرج عن الخدمة من أسبوع تقريبا. لم يعد في هذه المنطقة أي مقومات للحياة نتيجة هذا الحصار. كما تعلمين أن مدينة دارية أيضا ليس لها أي بعد يعني مفتوح، هي يعني مدينة محاصرة من جميع الجهات. فبالتالي تمكن النظام خلال مرت 4 سنوات من السيطرة على المدينة. اليوم المعارضة تنسحب من هذه المدينة نتيجة للقلق على حال وأوضاع المدنيين. هناك ما يقارب من 5 إلى 6 آلاف مدني موجود داخل هذه المدينة. جميع هؤلاء المدنيين معرضون للخطر، حياتهم في خطر، يفتقدون لكل وسائل الحياة. فكان لابد من الانسحاب من أجل حماية وحفاظ على أرواح هؤلاء المدنيين عندما فشل جميع الأنظمة وجميع المباحثات في حمايتهم، كانت هذه النتيجة. إذن يعني سيد ملهم، وفي سياق هذا الحديث، كيف تفسر قلق الأمم المتحدة من دخول هذا الاتفاق لحيز التنفيذ في هذا التوقيت تحديدا برأيك؟ يعني القلق هو القلق على المدنيين، أن هؤلاء المدنيين سوف يخرجون إلى أماكن تابعة للنظام. النظام يعني كما عودنا في الحالات الماضية يقوم بالانتقامات ويقوم بالعمليات الممنهجة ضد جميع المدنيين الذين يقفون في مثل هذه المواقف. يعني ظاهريا قد يسهل لهم الخروج من هذه الأماكن المحاصرة، ولكن هؤلاء المدنيين معرضين في المستقبل للاعتقالات، معرضين للقتل، معرضين للمضايقات. الشباب الموجودين كانوا الذين كانوا يتواجدون ضمن هذه المدينة أيضا هم عرضة للاعتقال وعرضة لعمليات الإجرامية التي من الممكن أن تمارس عليهم. يعني حتى الضمانات الموجودة لحماية هؤلاء المدنيين وحماية الأهالي التابعين لمدينة دارية الموجودين في الأماكن القريبة والخاضعة لتحت سيطرة النظام، لا يوجد أي ضمانات لحماية أرواحهم والحفاظ عليهم. إذن يعني أفهم من سياق حديثك الآن سيد ملهم أن هناك بعض التخوفات بتفاقم الأوضاع الأمنية ما بين قوات النظام والمعارضة في الفترة القادمة في دارية تحديدا؟ لا، الهدنة تشير إلى خروج جميع سكان هذه المدينة من مدنيين وعسكريين. العسكريين سوف يخرجون بسلاحهم الشخصي إلى أماكن محررة في إدلب وغيرها، والمدنيين سوف يفكرون إلى أماكن قريبة مثل قحناية والمعظمية وهذه الأماكن القريبة، ولكن سوف ينتقلون لأماكن خاضعة لتحت سيطرة النظام. المخاوف على المدنيين والمخاوف من تغيير جغرافية هذه المدينة، يعني نحن نعلم أن هذه المدينة هي كان من يسكن منها من الأهالي
هم سكانها الاصليون هم يعني في شان ليس بعيدا سيد ملهم طيب في شان ليس بعيدا اخراج الناس من بيوتهم واراضيهم طيب لماذا لا يكون اخراج المسلحين وتسليم هذه الاماكن للنظام دون تهجير احد المدينة ومنعه من الدخول والسيطرة على ممتلكاته حتى من ضمن شروط الهدنة أن أهالي هذه المدينة لا يخرجون بأي من المال أو الذهب أو بأي شيء ثمين يعني هي عملية سيطرة كاملة على جميع مقتنياتهم وممتلكاتهم وإعادتهم إلى خط تحت الصفر. سيد ملهم الخمني الكاتب والمحلل السياسي السوري كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك وعذرا لمقاطعة لضيق الوقت وورد إلينا هذا النبأ العاجل مشاهدينا وكما يظهر أمامكم على الشاشة بأن التلفزيون التركي صرح بأن أردوغان وبوتين يتفقان على الإسراع في إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب السورية. ونستكمل معكم هذه النشرة ومن الشأن السوري إلى الشأن العراقي حيث كشفت المنظمة الإيزيدية للتوثيق في خلال الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق عن نتائج تقرير الرق والعبودية للنساء والفتيات الإيزيديات تحت قبضة داعش بعنوان العبودية الجديدة. وتضمن التقرير وعددا من الإفادات للضحايا الناجيات من جرائم القتل والخطف والاغتصاب. توثيق جديد لجرائم داعش التي لا تتوقف كشف عنه تقرير للمنظمة الأيزيدية للتوثيق في أربيل. التقرير الذي جاء تحت عنوان الرق والعبودية للنساء والفتيات الأيزيديات تحت قبضة داعش تضمن عددا من الإفادات للضحايا الناجيات من جرائم القتل والخطف والاغتصاب. التقرير اقتصر على ما جرى على النساء الأيزيديات بشكل خاص خصوصا ما تعلق باسترقاق تلك النساء وما جرى من فظائع وانتهاكات خطيرة عليهم. بقية الأقليات أكيد مرت بظروف وانتهاكات خطيرة جدا كالتي مرت على الأزيدين لكنها ليست بمستوى ما مر على الأزيدين في الحقيقة. التقرير كما قالت المنظمة أعد وفق معايير دولية وعلى مدى عام ونصف العام بمشاركة عدد من المختصين بالقانون وحقوق الإنسان، كما أنه يعد أول تقرير محلي يوثق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الأيزيديين والأقليات الدينية والعرقية. القانون العراقي لا يواجه جميع صور الانتهاكات التي وقعت على النساء الأيزيديات أو بقية الأقليات، بحاجة إلى فعلا إلى منظومة قانونية رصينة تواجه ما تعلق منها بالجرائم الدولية. يعني العراق لا يجرم جريمة الإبادة الجماعية ولا يعرف وصفا لجرائم الجرائم ضد الإنسانية ولا جرائم الحرب في الحقيقة، رغم أن تلك انتهاكات خطيرة وقد مورست في العراق ولا زالت تمارس في العراق. جرائم داعش ضد الطائفة الأيزيدية اعتبرتها الأمم المتحدة إبادة جماعية نظرا لهول ما ترتكبه ضد الأيزيديين. تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي عدد المخطوفين لدى داعش 6404 وعدد الناجين 2640، فيما بلغ عدد الأسرى في سجون داعش قرابة 3000 شخص. آخر الجرائم التي ارتكبها داعش كان في يونيو الماضي، إذ كشفت بعض وسائل الإعلام الكردية والعالمية ارتكاب التنظيم الإرهابي لمحرقة في الموصل شملت 19 فتاة أيزيدية وهن على قيد الحياة لرفضهن التحول إلى جاريات لدى مسلح التنظيم. محمد شهود، النهار اليوم. فصل قصير ونستكمل معكم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد وإلى الشأن التونسي، حيث يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة يصوت من خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة وسط توقعات بأن تنال الثقة بأغلبية مريحة رغم ما أثير حولها من تحفظات. ومن المقرر أن تستمر الجلسة 12 ساعة تقريبا يصوت في نهاية منح الثقة من عدمه لحكومة الوحدة الوطنية والتي دعا الرئيس الباجي قايد السبسي إلى تشكيلها في يونيو الماضي، ويتعين أن تحصل هذه الحكومة والتي أعلن عن تشكيلها السبت الماضي على أغلبية ب109 أصوات على الأقل من مجموع النواب البالغ عددهم حوالي 217 نائبا.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ عبد السلام فرحات، الصحفي والمحلل السياسي التونسي. سيد عبد السلام، بعد التحية، ما مدى فرصة هذه الحكومة في أن يصوت لصالحها النواب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد، يبدو أنها حظوظها واسعة في الفوز تزكية نواب الشعب، لأنها حكومة نبعت من فكرة لرئيس الجمهورية المنتمي لحزب ميزة تونس، وهذه الحكومة تمت بالتوافق بين الحزب الثاني الحاكم في المشهد السياسي التونسي وهو حركة النهضة الإسلامي. بالتالي هاتين الكتلتين النيابيتين كافيتان لتمرير هذه الحكومة ولينها ثقة، برغم من وجود العديد من المعارضين لها، خاصة في الأحزاب المعارضة وعلى رأسهم الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب. حكومة الوحدة الوطنية يبدو أنها يعني وافر لها غطاء سياسي كبير ودعم سياسي كبير في المشهد السياسي التونسي، كما قلنا، لأنها نبعت أساسا من فكرة لرئيس الجمهورية بجي قايد السبسي، وتم الإعداد لها قبل الإعلان عنها رسميا من قبل رئيس الجمهورية من خلال سلسلة من المشاورات مع الرباعي الحاكم حركة النهضة وحزب ميدا تونس والوطني الحر وأفق تونس. وهذه الأحزاب الأربعة هي تؤيد حكومة يوسف الشاهد وتعتبرها الحكومة السياسية القادرة على إخراج تونس من عنق الزجاجة من الأزمة التي تمر بتونس، خاصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى مكافحة الإرهاب، خاصة وأن تونس تتعرض بين الفينة والأخرى للعديد من التهديدات الإرهابية نظرا لما يحدث بالجارة ليبيا وما غير ذلك. بالتالي هذه الحكومة حظوظها وافرة في الفوز بتصويت النواب، رغم وجود العديد من الاعتقادات لها من قبل الشارع التونسي وكذلك من العديد من الأحزاب السياسية الأخرى، خاصة معارضة وعلى رأسهم الجبهة الشعبية التي تتهم الحزب الحاكم ميدا تونس ومن ورائه كذلك حزب النهضة الإسلامي السيطرة على المشهد السياسي بالكامل في تونس من خلال تمرير ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، وتعتبر أن حكومة وحدة وطنية لا يمكن أن تترجم هذه الحكومة في عملها، لأنها حكومة أكثر ما يمكن أن تكون هي حكومة ترضية سياسية وحكومة محافظة خضعت لتجاذبات بين الحزبين الكبيرين من أجل نيل العديد من الحقائب الوزارية، خاصة وزارات السيادة. ومرت هذه الحكومة بمرحلة مشاورات صعبة وعسيرة قبل أن تولد، والانتقادات المواجهة لها كذلك أنها هي حكومة تقشف وتدق يعني نقوص خطر من العديد من الأخطار التي قد تبقى. ولكن أستاذ عبد السلام، يعني أستاذ عبد السلام، في نقطة مهمة أنت أشرت لها الآن، يعني في نقطة مهمة أنت أشرت لها الآن، وهي الانتقادات والتحفظات لدى الشارع التونسي وكذلك بعض الأحزاب التونسية لهذه الحكومة. كيف يمكن التعامل مع هذه الانتقادات وهذه التحفظات إذا تم فوز هذه الحكومة برأيك؟ هذه الحكومة ستتعامل مع هذه الانتقادات نوعا ما. هو كانت حذرت الجبهة الشعبية من أن خطاب يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف اليوم قالت أنه يحمل نوعا من التهديد والوعيد، وبالتالي قالت أن هذه الحكومة ستفشل إذا ما سلكت هذا النهج. بالنسبة للمستوى الشعبي، ربما هذه الحكومة ستحاول أن تقنع التونسيين بمدى الخطورة التي قد يواجهها الاقتصاد التونسي ما غير ذلك، وكان أشار هو في خطابه اليوم من خلال الدخول في مرحلة تقشف تضطر فيها تونس للتفويت في بعض المؤسسات العمومية أو طرد بعض العمال في القطاع الحكومي بسبب ارتفاع المديونية والبطالة وما إلى غير ذلك. بالتالي السياسة التي قد تعمدها هذه الحكومة في صورة ما إذا نالت خاصة رضا الأحزاب الكبرى في المشهد السياسي التونسي لتوفير الدعم السياسي لها، وكذلك نيل رضا المؤسستين المنظمتين الكبيرتين وهي منظمة الأعراف أو الممثلة لرجال الأعمال التونسيين، وكذلك اتحاد الشغل ثاني أكبر مؤسسة في تونس، يعني عدم شن إضرابات وما إلى غير ذلك لتعطيلات هذه الحكومة. فبالتالي إذا ما تم ترضية هذين الطرفين وكذلك الحزبين الكبيرين في تونس ميدا تونس وبعد حركة النهضة، يبدو أن حكومة يوسف الشاهد لها العديد من الخيارات في قدمة لتطبيق سياستها، يعني ضربة عرض الحائط بكل الانتقادات الموجهة لها، رغم أن يوسف الشاهد قال سنتعامل مع الانتقادات بالحكمة وبالقانون.
وفي كلمة قانون يعني يوسف الشاهد أكد أن هذه الحكومة ستتصدى لكافة الإخلالات وكافة التصرفات التي قد تعترض مسارها من أجل تطبيق الإصلاحات التي تنتظر تونس، خاصة أنها ستكون إصلاحات مشرفة وستكون إصلاحات موجعة، لأن هذا الشعب يعني ينتظر من هذه الحكومة أن تنقذ تونس، لكن في نفس الوقت آليات إنقاذ تونس ستكون على حساب الشعب، خاصة في مناحي الوظيفة العمومية والانتدابات وإلى غير ذلك، لأن هناك احتقان اجتماعي في أكثر من ولاية وتحديات سياسية كثيرة. هذه الحكومة لن يكون عملها تنتظر الحكومة لحلها في الفترة القادمة. وصلت الفكرة الأستاذ عبد السلام فرحات الصحفي والمحلل السياسي التونسي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. ومن تونس إلى اليمن، حيث كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيبدأ مشاورات مع الأطراف اليمنية بعد التوافق على نهج جديد للمسار السياسي والأمني، وذلك لاستئناف المحادثات الرامية لحل الأزمة اليمنية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعقب سلسلة محادثات في جدة. وكان وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية أعلن على أن الأزمة اليمنية تصدرت سلسلة لقاءات عقدت في جدة حضرها الجبير وكيري ووزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان وولد الشيخ أحمد. قتل 7 أشخاص على الأقل في انفجار وهجوم مسلح على مطعم قرب البحر في العاصمة الصومالية مقديشيو. وقالت الشرطة إن سيارة مفخخة انفجرت خارج نادي بانديرا شاطئية في منطقة ليدو، ثم هاجم مسلحون المكان. وأعلنت قوات الأمن أنها قتلت 2 من المهاجمين وألقت القبض على آخر بعد عملية استمرت على مدار 6 ساعات ليلا. وذكرت مواقع إلكترونية عدة تابعة لوسائل إعلام صومالية إن حركة الشباب الإسلامية تبنت هذا الهجوم. وإلى تركيا، حيث أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف نقطة لتفتيش تابعة للشرطة في بلدة الجزيرة جنوب شرقي تركيا، وأسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل فيما أصيب أكثر من 75 آخرين. وعرضت وسائل إعلام تركيا لقطات لأعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من الموقع وسيارات الإسعاف تسرع إلى المكان. ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركية إن تركيا عازمة على حماية حدودها وأمنها. في بلجيكا، قتل شخص وجرح 4 آخرون نتيجة انفجار بمركز رياضي في بلدة تيشيماي جنوبي بلجيكا صباح اليوم أيضا. رجح مسؤول في المركز أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، ومضيفا أنه لا توجد دلائل على أنه هجوم إرهابي. وقع الانفجار عند الساعة 10 بتوقيت غرينتش في تيشيماي القريبة من الحدود الفرنسية، عندما كان 5 أشخاص لا يزالون داخل المبنى الذي تعرض جزء منه للدمار. والآن مع الأخبار الاقتصادية. منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنصرف بخسائر بلغت نحو 4 مليارات و400 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 412 مليارا و200 مليون جنيه. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين أداء مؤشرات السوق، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.23%، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 61% من 100، فيما سجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو 3%.
أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية بترحيب واشنطن بالجهود التي تبذلها مصر لتبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة بدعم من صندوق النقد الدولي. وأوضح المتحدث أن واشنطن تحث مصر على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث القادمة، وموضحة أن دعم صندوق النقد من شأنه هو تمكين مصر من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل بما يصب في صالح المصريين. أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خططا طموحة لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وقال قبيل أن تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرا حتميا في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحرة، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات والكفاءة الخاصة بالأسواق. قرر دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بتشكيل لجان فرعية لمناقشة المشاكل التي تواجه المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والتغلب عليها ورفع الكفاءة. وخلال اجتماع المجلس الإقليمي للزراعة أعلن المحافظ عن وجود منافذ خاصة بالقوات المسلحة لتوفير اللحوم الحمراء للمستهلكين بسعر 60 جنيها للكيلو، ومؤكدا بمضاعفة الكميات خلال أسبوع عيد الأضحى. ومن أقواها هو المجلس اللي حضرتك إن شاء الله قريب. والآن مع أخبار الرياضة. عقد هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم ليتحدث عن معسكر المنتخب استعدادا للقاءات الودية بين مصر وغينيا وجنوب افريقيا قبل انطلاق تصفيات مونديال روسيا 2018. وقال كوبر انه يحتاج لجميع اللاعبين وان المنتخب له الأهمية القصوى وانه لا يوجد استثناء لاحد. واضاف كوبر ان الخلافات بين اللاعبين في الملاعب هي عادية وانه لن يسمح وجود أي خلافات. تصل بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة في 9:30 مساء اليوم، وكانت البعثة غادرت العاصمة الإيفوارية أبيجان في 6:00 من صباح اليوم متجهة إلى العاصمة الغانية أكرا لتتوقف بها 5 ساعات ترانزيت قبل مواصلة رحلة العودة. وكان الأهلي تعادل مع أسك ميموزا الإيفواري الأربعاء في ختام مباريات الفريقين بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليخرجوا من هذه البطولة. وختاما تذكير بأهم العناوين. في مؤتمر أهل السنة والجماعة بالشيشان شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية. مصر للطيران تسير 29 رحلة للحجاج اليوم وغدا، ووزير النقل يودع أول فوج للحج البرية. القوات المسلحة تحبط الهجوم على كمين بشمال سيناء وتصفي 4 تكفيريين شديد الخطورة. للمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا www.النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. انتهت النشرة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.